قد أفلح الأعداء وأقصد أن اليهود، وربما بعض الناس لا يعجبهم ذلك، يقولون أنتم من ضعفكم، أنتم من ضعفكم كل شيء تحيلونه إلى اليهود. أقول نعم، لأن اليهود تاريخهم كله أسود وتخطيطاتهم خبيثة، وهذه يعرفها حتى أصدقاؤهم، ليس الأعداء فقط. صحيح. وتظهر أمورهم أكثر. أرأيتم الآن إسرائيل مطمئنة؟ نعم، لا خوف لديها. نعم، آمنة مطمئنة. والمشاكل والحروب والفتن في ديار المسلمين على مستوى الأفراد والجماعات والدول. نعم. فالآن في عصرنا الآن تظهر الأمور أكثر، فهم الآن يعني تخطيطهم رهيب. نعم صحيح، يسلبون ثرواتنا بطرق متعددة، يسلطون عليك شخصا ثم يتظاهرون بأنهم سيعينونك على إخراجه نظير فاتورة، يعني فاتورة عالية الثمن، ولكن في الظاهر هكذا. نعم، هم أعانوك، إذ لولا إعانتهم لفتك بك هذا الذي اعتدى عليك من بني جلدتك. فالآن يعني لإسرائيل مطمئنة آمنة كما ذكرت، والحروب والفتن وكل هذه البلاءات يعني موجودة في العالم الإسلامي على أشدها. فالله المستعان.